السلام عليكم، مجموعة تحية لكل الصحفيين والحضور. شكرا. عمل إنساني نبيل، يعني لو كان ضغط كل شهر نديروا حاجة بحال هذه للجوج محتاجين أو نداوي احتياجات. الفكره كيفاش جاتنا وانا شفت التصاور ديال سي عمو ياسين. من بعد اتصلت بالناس اللي كنت ديجا خدمت معاهم، خالدون، خاتيم، منير وكريمه، رحبوا بالفكره. من بعد درنا نتلاقاو ومشينا عندهم لمراكش شنو خاصهم. ابخي هو الفكره كانت في الاول غندير لهم غير جل، من بعد الفكره بقات غادي وكتكبر. فكرنا في دار بروجي، واتصلنا بالناس اللي عطاونا القاعه، النقافه، الفنانين، كلشي رحب بالفكره، لدرجه ان كاين شي فنانين كان عندهم داك لاداط عامر وخبوه باش يجيو يفرحوا معنا ويحضروا معنا. يعني بادره حسنه جميله جدا، يعني انسان يشارك في هذه المناسبات ومناسبات بحالها، لانه كاين بزاف ديال الحوايج. كاين اللي مريض في دارو جالس ما كثر من هادشي، موجودين كنعرفوهم، يعني في مساكن لا حول ولا قوة إلا بالله. زعما صراحة يعني وكنتمنى يكون هذه المشاركة مكثفة كثير وتعاون هاد لي زون دي كابي وهاد لي زافوغل وهاد الناس اللي كنقولوا مرض. ولا جاتنا الفكرة كأي مغربي يعني تعاطف مع هذيك الفكرة ديال الكوب المراكشي ياسين وسهام. الحمد لله مشينا عنده للدار وجلسنا معاه. كنا المرة الأولى كان عندنا فكرة أن ديال العملية، من بعد جلسنا معاه وداك الشيء شفنا أن مراته حامله، قلنا اننا نديروا واحد الحفل ان شاء الله اللي غادي نديروا فيه اسبوع وغادي نجمعوا له تبرعات باش نديروا ليه عمليه ديال 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 رجليه. وصلنا بعضياتنا وقلنا بوكوا با هاد الناس ما نكونوش معاهم، نقفوا معاهم ونفرحوهم. والحمد لله كل شيء لبى الدعوه وكل شيء جاي. الفنانه كلهم بغاو يساهموا، الناس اللي بغاو يديروا الخير كلهم اتصلوا وقال لك حنا راه الاشاره نكونوا مع هاد الكوبل هذا اللي يستاهل كل خير. ونتمنى ان شاء الله الحفل يكون ناجح ان شاء الله باذن الله.